وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من المخا الإعلامي عمر دوبولا. مرحبا بك عمر. سهرة مسار رصيف. أهلا بك. إلى أين وصلت العمليات العسكرية في مديرية المخا؟ نحن الآن في مدينة يعني على مشارف مدينة المخا، قطعنا خط يعني التقينا على المدينة وقطعنا خط تعز والحمد لله، ويعني لم نجد أي مقاومة والحمد لله، كان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بخطط قادة الجيش والمقاومة. ذكرت خط تعز، هل الخط الرئيسي باتجاه تعز هل تم قطعه كليا؟ نعم. أيضا هناك أنباء تتحدث عن تحرير معسكر الدفاع الجوي شرق مدينة المخا الساحلية، ما صحة هذه الأنباء وما أهمية هذا المعسكر؟ قوات المقاومة الآن والجيش متمركزة شرق المعسكر. المعسكر يعني فاضي هو منذ عامين، لكن احترازا قد يكون ملغم، لم تقتحمه المقاومة وتوقفت شرقه، وبإذن الله في الوقت المناسب سيقتحمونه. والمدينة الآن مدينة المخا هي الآن عبارة عن مدينة محررة، لأن الميليشيات محاصرة من الجهتين، لم يتبقى لديها إلا جهة واحدة وهي الجهة الشمالية، طرحتها أو تركتها المقاومة للهروب، لهروب هؤلاء الشرذمة الذين جاءوا إلى هذه المدينة واحتلوها. نحن لم نأتي للقتل ولا لإزالة الدماء، وإنما جئنا لنرفع الظلم عن هذا الشعب، لذلك تركناهم يهربون. من أراد أن يهرب لديه فرصة للهروب، ما لم فإن كل المنافذ ستغلق عليه وسيموت داخلها.